أنت ضائق صدرك، ضاق رزقك، كثر مرضك، كثر همك، كاد قلبك وصدرك أن ينفجر، تقلبت عليك الليالي وتلومت، علاقتك بالصلاة ضعيفة. أما ولو أنك تصلي كلما أتاك الهم، أليس الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ الخاشعين، المنيبين، المنكسرين، الذين إذا وقفوا بين يديه سجدت قلوبهم قبل أن تصل الجباه إلى الأرض.